أخوتي من آخر خبر يقول أن كما تنشر غادي نشوفوه كما تنشر هاكي تنشر الصوت راه ما كاينش ما هما ما بغاوش يديروا الصوت كيديروا السسبنس كيعجبهم يخليو الشعب الجزائري في السسبنس اجدك المجلس الاعلى للامن نص دقيقه في الفيديو سكات باش حتى واحد ما يعرفش كيناقشوا خطير جدا المجلس الاعلى للامن في الجزائر هذا الانعقاد رقم 15 في ظرف عام ديما خالعين الجزائريين ديما الشعب الجزائري خصو يخاف ألطف 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 المجلس الأعلى للأمن فينا هو الأمن الله أعلم الرئيس الجن الإنس البشر الدجال هجوج وماجوج مجموعين اش كيناقشوا الله أعلم المهم الشعب الجزائري خصو يخاف الشعب الجزائري خصو يخاف على الوطن ديالو مهدد مؤامرات الماسونية الروتشيلدية الزعتية الصوصية المايونيزية الشعب الجزائري انت مهدد انت محسود يا جدك اش واقع لك اودي لاباس المجلس الاعلى للامن شحال بقات الانتخابات 5 ايام ايوا يعني هاد الدولة هادي ما فيهاش الأمن فين هو الأمن لو كانت الدولة آمنة هل ستحتاج لمجلس أعلى للأمن أعطيوني اللوجيك أعطيوني اللوجيك يا صاحبي أعطيوني اللوجيك أعطيوني اللوجيك هولندا وقع فيها شي نهار شي اجتماع مجلس أعلى للأمن إلا علاش لأنها آمنة المغرب وقع شي نهار شي حاجة ديال المجلس أعلى للأمن يمكن من 50 عام ولا 60 عام وماشي مجلس أعلى وماشي الأمن وماشي هكا وماشي بهذه الطريقة هذه البنتاغون الميريكان هما كيديروهاش حاكمين العالم شادين الأمن نتاع العالم كيلعبوا فيه كيلعبوا الشطرنج ولي ماريونيت وما كاينش هاد الخلعة اللي مركبينها في الميريكانيين وانتوما دابا وساعة مجلس الأعلى للأمن المجلس الأعلى للأمن المجلس الأعلى ياك ودي لابس أو علاش علاش المجلس الأعلى للأمن أختي موروكو مرحبا بك تحياتي لك ياسين الهوكستاني تبت معنا راه تحرقوا لكم ثلاثة الشاحنات في وسط الجزائر على مقربة من جزائر العاصمة ثلاثة الشاحنات عسكرية كيفاش شادين الجواسيس شادين الجواسيس ما شدتهم تونس ما شدتهم ليبيا ما شدهم مصر عندهم اللي عندكم تما مهددين وعندكم الجواسيس تدخل لكم لداخل اللعبة العبيطة الغبية ها اسيروا قابلوا بنقرينا في زحليقة نتاعو صاحبي شداكم شي زمر حتى حنا دايرين فيكم عقلنا والله الا خصنا العقل بالله والله الا خصنا العقل بالله عندهم مدير حمله كيمشي يلعب زحليقه وكي جايب الاصوات للرئيس بزحليقه قال لك حنا عندنا السياسه والمكانه الجزائري في البريكس البنك او الصناعه او المجلس الاعلى للتبرديع والله خير الزحلو سيلا المجلس الاعلى للتبرديع احسن تسميه والله صافي مره اخرى المجلس الاعلى للتبرديع ديما اعطي الاحساس للشعب الجزائري بانه مهدد مستهدف مؤامره خلق الروين ريفينو شي حفظ الله تعالى ومينو بيبا وصفت له من هنايا شوشع نتاع البوليتيك هذاك شوشع مازال نهضر عليه راه كاين القضيه نتاع شوشع نتاع البوليتيك بنقرينا
اش كنقول لك زعما السياسيين الجزائريين القمه تاع تشوشي اخي جلال الدين وهيبه مرحبا الغاليه تحياتي سكينه بيبا ها انت كيفاش هذا الاجتماع دابا هذا جاست مي بيبا كيفاش دابا انت هادشي واسمع دابا شنو قالوا اسمع فاطمة الزهراء مرحبا بنت عمي مرحبا واسمع ابن عمي شنو قالوا اسمع 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 لي الخبر اسمع اسمع الخبر ابن عمي يقول ما يلي انعقاد المجلس الاعلى للامن بحضور الرئيس الجزائري المعين معين زدت من عندي عبد راه معين اه دابا خايفين يعينوه غيعينو بن قرينا يعينو زعما يقوس عليه ساعة بعد الإعلان عن رواية تفكيك شبكة تجسس مغربية الله أكبر الحق سكتوا لا إله إلا الله. إذن مرحبا مرحبا بكم مرة أخرى. قلنا لإخوان الخبر تنشر مع الربعة العشية خمسة العشية قال لك القبض على شبكة تجسس وفيها مغاربة ياك كاين جوج حاجات بخصوص هذا الخبر. أولا كان متوقعا جدا لسببين. السبب الأول هو أن الانتخابات قربت ياك استطلاعات الرأي ديال الجزائر ديال النظام أثبتت على أن المشاركة غتكون ضعيفة. بغاو يلعبوا اللعبة نتاع حقرونا المراركة في 63 راه هذا النظام البخروبي هذا نفس اللوجيك نتاع بخروبة ديال 63 وديال 78 عقلوا على 78 انا جاي لكم ليها 63 اش قال لهم بالبله حقرونا المراركه حقرونا باش يديروا داك القضيه ديالها احنا خايفين على اللحمه الجزائريه والمغرب يهددنا نفس اللعبه تلعب الان قبل الانتخابات اقسم بالله اختي عيشه بالله تحياتي عيشه زينت والله العظيم هسو نفس اللعبه قربت الانتخابات الاصداء عيا يدور التهريج زحليقه 300 الوعود الكذب السرابح شرفح ايزن بيضن يدبدوبن القرنابي الزعت الكعت الوش السلوكيات الضبرمانات هادشي كامل داخل في القاموس المعجمي نعم الحقل الدلالي نتاع الكذوب فراسكم هاد القضيه ياك كاين السراتح والسرابح والشرافح يدبدوبن هادي بالريفيه الناس الحوسيمه كيقولوا يدبدوبن الزعت الوش الكعت القرنابي القنبول
إكركاس تيكركاس دوبرمان السلوقية عيو 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 كل شيء كيوشي جابوا الشياتة كيدار 31 جابوا داك العابط بغي قدها ساعة جابها في راسو جراو عليه من القناة في فرنسا نط مرتو لأن علاش حنا ملي ضحكنا عليهم قلنا له علاش اعتذرتي ما قدرش يرجع شنو شكون رد رد مرتو انا جاي لكم الفيديو نتاع مرتو راه كاين كل شيء كان اخوتي غيب تكباس والبارطاج غادي نجيبو ساعه ساعه ونص نتاع الضحك على النظام الهوكستاني. فقلنا ابن عمي ديالي كنت انا عارف هذه القضيه غادي توقع ماشي هكا زعما ما نديركمش داك التناوي تاع الخزنجي ولكن عارف انا ما تجي الانتخابات غيديروا شي حاجه ما هيش. السبب الثاني هو داك المره فاش قال لك حقه ما حقه راه تسعه ديال اش كيتسموا هذوك الجويجات ولا داك الشيء جابهم شي واحد من فرنسا كدا من اجل خلق انقلاب في القبائل. تخيل معايا دابا انت القبائل غيديروا انقلاب تسعه نتاع يمشاو تخيل معايا دابا انت هاد الدحاديح اللي ما بغاش تسالع الدحاديح العبيطه الدحاديح هموت تحياتي لك قال لك هذه القضيه ديال القبائل واش فكراتكم نفس اللعبه لعبوها في 1978 عاود 78 عاود لقاو القضيه تما في الجزائر غترون في ذاك الوقيته ديال الاواخر تبوم دير وداك الروينه اللي كانت نايضه تما قال السيدي المروك صيفط لنا السلاح في الهليكوبتر وهبطت في القبائل ديما يستغلوا داك القضيه نتاع القبائل ضروري داك بوليو داك الزحلوس علاش لان البصبع بصبع مبردان اي حاجه تقدر تقنعوا بها اي يقول يقول ايوا شتي داك السرابح وداك السرادح ديال شي وحدين اودي ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع اخي السوم الله يحفظك نوري طلع كبر بيك صاحب تاع صحيت 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 فين كنا كنا ابن عمي ديالي في انه قال لك لقاو التجسس كاين سبب ثاني وعقلوا على هضرتي دابا هما النظام العبيط باغي المغاربه اللي تما ما يبقاوش تما صناعية المغرب غادي يدير كما دار بوخروبه ما جاياش ما راكباش 2024 اذا اش غنديروا غنبداو نخوفوهم كل مره نعتقلوا ثلاثه جوج وساهل عاش يبان لك مغربي شدو قول له الجاسوس صافي ما كاينش اتفاقيات يمكن ديال التعاون القضائي ما كاينش كذا ما كاينش كذا قول اللي بغيتي رهب ليا المغاربه وهاد التعوى الى طرد المغاربه من الجزائر راه كانت راه دابا تقريبا واحد سبع شهور ولا ثمان شهور وهما كيفتحوا اللايفات الرايس مليط اومليط سميتو هذاك بوسبير مصطفى هكا ولايفات اخرى ولايفات اخرى الدعوه ومصطفى بوسبير قالها في ذاك الحوار القناه ديال الحوار ودابا مازال غيقولها في ذاك القناه نتاع دزاير تيوب هادشي غيدوز هادشي إذا شنو الطريقة؟ نضربوا عصفورين بحجر واحد. نرهبوا ونخوفوا المبردع بأن راه كاين شي حاجة خطيرة. علاش غيتجسسوا نتوما في الجزائر؟ دابا ها عرت الله ها عرت الله المبردع أتبو علاش غنتجسسوا عليكم في ذاك الجزائر؟ علاش؟ وشنو عندكم تما خطير كديروه سيقلقونا انتم حفتر خلعكم عندو ام تشي
عنده تويوتا حفتر اب تويوتا 10 تويوتات خلعكم وليت تلبس السله بلا علم. علاش غيجس؟ علاش غيجسس؟ دابا في الزمن تاع نحيدو شي تاع التحديات في الزمن تاع التكنولوجيا والاقمار الاصطناعيه احقاف فراسكم جوج سميتو جامعه محمد الخامس في الرباط الطلبه تاع جامعه محمد الخامس تلقوا جوج ديال الاقمار الصناعيه نانو اش كتسمى نانو ساتيلايت جوج هادو الطلبه بيبا جامعه محمد الخامس في الرباط تحياتي لكم عز احنا وصلنا للنانو وغادي نصيفطوا لكم واحد السباغ ولا واحد نجار باش يقول لنا شحال من واحد واقف في الطابور. ها هادشي نتاع التكنولوجيا ياك نتوما اتهمتونا كاع قلتوا بان المغرب عنده تحياتي اختي مبروك الله يكبر بك ياك نتوما قلتوا لنا بان احنا عندنا البيغاسوس ايوا نخليو البيغاسوس ونصيفطوا لكم السباغ والنجار. ها اش غير دابا السباغ والنجار هو بغى يتجسس اش غيجلس في القهوه غيحسب شحال القهوي تما كيتسرباو في النهار وغيدور هكذا غيشوف شحال من واحد واقف في الطابور على الدجاج اللي جبدوه من البرازيل. الدجاج من البرازيل والجزائريين دايرين طابور على الدجاج وتكلموا على البريكس. ها تكلموا على البريكس شفتوا داك الطابور على الدجاج جايبين الدجاج من البرازيل ما عرفناه مدبوح ما عرفناه مسلوخ ما عرفناه مريش ما عرفناه مسعوق ما عرفناه ساكن وجن ما عرفناه دجاج بعدا دجاج اختي رشيده الغزاله الله يحفظك ما عرفتوه كوكلي ما عرفتوه كوت كوت وبالحساب اختي وهيبه الغزاله شكرا على التذكره اختي جوج دجاجات للواحد ممنوع تدي اكثر من جوج دجاجات وكتكلموا على الدوله وكتكلموا على الانجازات بالسيف ما حتى واحد ما غيصوت على تبون شكون هاد الهبيل اللي غيصوت على تبون وهو كيمشي يدير الطابور على على دجاجه برازيليه حتى داك الكوعو ديالها ماشي جزائري ما فيهش برك ما فيهش نسقسيك برك ما عرفتوهاش كتعلف الزمر اش كان كيعلف هذاك دا سيلفا في البرازيل ما تعرفوا كانت كتعلف بلا ما نخسروا الهضره الناس كتفرج فينا والناس مجموعه في بيوت المغاربه كل مره كيفكرني واحد خانا بانني كندخل بيوت المغاربه زيد فضحكم ها امير دي زيد كيجيب معلومه من وسط المؤسسه العسكريه شكون قاعدين يعطيولو المغاربه بري ودي بر نتوما مخروقين متقوبين شي كيتجسس على شي حافر شي مصيد شي قلت السخون مساكن تما مساكن مشاو يخدموا على راسهم ايوا جاو يخدموا ورا الجزائر وخلاوكم تخدموا نتوما الجزائريين ياك الشناوة هما اللي كيبنيو لكم الاتراك والمغاربه اش باغي تقول دابا اش باغي تقول سنطوح بنو كندوع واش الاقتصاد الصيني طايح على الجزائر ياك هما اللي كيجيو يبنيو لكم حتى الجامع فين تصلي وجاو بنوه لكم يضربوا السيرفيس هنا ويبنيو لكم هنا وفي التالي تقولوا الله اكبر ياك شفنا الشناوه داخلين بالقراعي دي بيرا للجامع نوري لكم الفيديوز وكلاو تما المشاش في وسط الجامع والكلاب عارفين انتم الشناوه اش كياكلوا قال لك التجسس فتحت راس صاحبي جوساسه العوساسه البوساسه الكوساسه التوساسه انا جاي عند اشتي وانا جاي عند اختي انا جاي عند ها
غنرجعوا نرجعوا هذا الموضوع من بعد. زيد سيره سعيده راه مازال اليوم الدعوه شاخده فينا هو اييه بنكرينا من بعد اجي شوفوا هادي كنت كي على 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 اللينك ديال تيك توك كيعطيني قلب الاسد مع صلاح في واحد اللايف هاو و 300 مشروع استثمار مطروحه على الوكاله اللي تنميه الاستثمار باش تخلق لينا ان شاء الله من على سنتين ونصف بالاقل 300 منصب شغل اخر. تقولوا لي انتوا تصوتوا على هذا كي كديروا لاخوتي الجزائريين الله يرحم لكم الوالدين 8300 مشروع باش يخلق 300 منصب وخصك انت الكيدار 31 والشياته تقول تابعينه ولا راه خطا في الحساب واش غيبقى غير خطا هذا ولا سمحوا لي غوت واش هذا غيبقى واش هذا السيد هذا ها تبغى تخيل انت ولدك ها ولدك كتراجع معاه راه كي دابا كيخسر كيف كريم ليكم كنرجعوا مع ولادنا ولدي 40 زائد 40 8 ها ولدي انا كنتعصب كتجي امو زعما امو ما غتعصبش فهمت ولدي 40 زائد 40 4 زائد 4 شحال 8 ايوا 40 زائد 40 800 كذبت ودابا هكا اكسيلونس تحياتي دابا هكا تبون خصك تبقى تابعو وتبقى تبون واسع المجيد تبت معنا الله لا لا راه قصد ديما قصد بحال ديك المره اللي تبعتك ولد السكيري اللي كان قلت لكم ياك كان كيقول لهم الملك اسبانيا الملك اسبانيا هاك دابا خص ديما الكيدار 31 تابعو هو والرايس ومصطفى بوسبير واومليت غاديين من موراه ها المغاربه وعندك تفهموه غلط صفي هانكو حنا تابعين الكوابس ديال عبد القادر فضيحه ها شي واحد عاود ديال روسيا داكشي فضيحه ما ديالتاش داكشي مليار و 300 مليون متر مكعب الاشجار نتاع الحليب ولا ما قصدش المزرعه وراه مزرعته تعني مزرعته افكاري مزرعته الاغنامي مزرعته واش تبقاو نتوما غادي ممكن تشرحوا لهاد الزمر لا سيدي 8300 مشروع اللي خلقي 300 منصب شغل وبصح راه هنا قال الواقع اقسم بالله اخوتي لا قال هنا الواقع بالله لان 8300 منصب غينجح فيها واحد والله نرجس واحد هذيك 8300 8299 غيديو الفلوس وغيحرقوا لاوروبا كما داروا مع بوتفليقه عطاهم شي فلوس ديال لونسيج وما شنو سميتها اشراو الجولفات اشراو داك الشيء نتاع سياط دوك القصارين راك عارف الشباب فهمتي كيفاش تساراو اللي دار اللي دار خي سعيد بير قدار مرحبا يا حبيب الله يحفظك ابا سعيد هاديك دا من هنا من هنا من لهيه واللي حرق حرق وبقات الدوله كتستنى يردوا الفلوس نتاع لونسيج امير الزرقاء الله يحفظك اللسان ما فيه عظم هذا راه ما عنده ما شنو هذا مونيا وعليكم السلام شكرا اختي مول شكرا تميراتك اسود الله يحفظك اسو احسن اسو في شمال افريقيا والشرق الاوسط يا بالله ولا عزاء لي فين كنا اخوتي؟ كنا في 8300 منصب 8300 مشروع 8300 مشروع غينجح واحد غيخدم 300 امتى؟ على عامين 8299 غتفشل كامله غيديو دوك الفلوس وغادي يحرقوا لاوروبا غيجيبوها في فرنسا فهمتي؟ يبقاو تما بلا اوراق سون بابيي سون باسبور فهمتي كيفاش ومن هنا عامين
شفت واحد 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 المشروع بلاتي بلاتي يا ربي يكون هنا يا ربي يا ربي يا ربي بلاتي عارف شكون صيفطوا لي ما نعرف شكون هذا اللي صيفط لي واحد واحد الحاجه مهمه جدا ها هو صباحنا اخوان ديالنا شارك في السوق الدوليه صباح عقلتوا على ذاك وزير الخارجيه السابق مشات لي سميتو شكون عقل عليها اخوتي رزيق رزيق كمال رزيق الاخوان ما تنساوش التكباس والبارطاجو ميل ذلك سون اكسيلونس احسن سون اكسيلونس في العالم الفرنساوية ها بيبا فيليس عز رزيق كان وزير الخارجية تصدير ارجل الدجاج الانجاز ديالو شنو هو في عام ونص ولا عامين تصدير ارجل الدجاج تصدير قهوة التمر واحد النهار مشى عند شي موريتانيين قال لهم حنايا ماشي بحال المغاربه ماشي بحال الجيران حنا عندنا السلعه سلعه اللي غنصيفطوا لكم بحال اللي كنصيفطوا لاوروبا اش كيصيفطوا لاوروبا حتى وزه زدقوا صيفطوا لهم واش صيفطوا لهم خزو الزروديه اذا بعد ما هزلت الزروديه وما هزلت ارجل الدجاج جاء الوزير الجديد بالمناسبه هذاك الرزيق عرفتوا دابا المنصب ديالو دابا داكشي علاش كنقول لكم الجزائر عمرها تمشي لقدام عرفت شنو المنصب ديال كمال الرزيق دابا كمال الرزيق هو المستشار نتاع تبون لا كان اخي فريد ليفيس كان وزير الخارجيه دابا راه مستشار اقتصادي والله اختي اسمي لا بالله مستشار اقتصادي جدك جاب وزير جديد دار سياسه جديده قلنا صافي غينافس المغرب في الصادرات نتاعتو اجزاء السيارات شفتوا داك الفيديو ديال داك الجزائري في الجزائر كيصور اجزاء السيارات كلشي مسمع في المغرب خلينا من السيارات دابا ولا ما كنهضروش على داسيا ولا ابن عمي نجد الزبراتي تحياتي مرحبا بك وما كنهضروش على داسيا وكنهضروا على داك الشيء كامل اللي في الطوموبيلات ديال اي طوموبيله داكشي تاع الروشونج اللي كاين في السيارات ميد ان موروكو نتاع بيجو نتاع سيتروين نتاع سيات نتاع فيات نتاع سمي ما تشاء الرانج روفر اجزاء السيارات هنا كتصنع في المغرب فيها ميد ان موروكو كندخل الجزائر انا قلت صافي مشينا فيها قلت مادام جابوا وزير جديد سياسه جديده منطق جديد الجزائر القويه الضاربه هيا بنا الى المونديال واذا به فعلا هيا بنا الى المونديال اي كان بي في الدقيقه 121 كيحش لهم الركابي واسمع ابن عمي اش واقع اسمع نحط المنتوج الوطني اصبحنا نحط يعني ثقافه التصنيع لله شحال كتشوفوا هنايا من شاحنه الخوت شحال من شاحنه انا اخوتي انا يمكن ما كنشوفش راك شي وحدين هكذا بحال القدافي كيبانوا له هنا 500 600 شاحنه اربعه الشاحنات اخوتي هادو هذا حاضر فيها وزير هذا وزير يدشن عمليه اربعه الشاحنات اخوتي انا البارح كنت في كازا واليوم جيت لطنجه من كازا لطنجه اربعه الساعات في لوتولوت اربعه الساعات في لوتولوت عرفتي شحال من رموك اخوتي دوبلت في الطريق كيخصني نحسب اولا نكلف غير داك ولدي الصغير بعدا يدير يرافريشي شويه الذاكره نتاعتو في الحساب كون راه وصل شي 500 نعرفها ولدي بعدا واش كيعرف يحسب المئات واش كيعرف الانتقال من 99 ل 100 لطيفه تحياتي لطيفه فاس تحياتي من تنمي تحياتي والله الا درت خطا فادحه معنا كتعجبني داك البيداغوجيه نتاع والو نقول له ولدي تلهد كيصدعني ابا امتى نوصلوا ابا امتى نزلوا ابا بغيت نلعب ابا اللهم نلهي بعدا يحسب الرموكات نعرف بعدا واش كينتقل من 199 ل 200 هادو الرموكات غادي يكونش اوروبا تصدير والله اخوتي لا بصح فايته اش نقول لكم داكشي كثير شي 300 400 500 اللي دوبلت انا دوبلت نتاع الرموكات وما درتش وما صورتش وهذا وزير
ديال التجارة في الجزائر. شوفوني كنصدر، واسمع دابا اش كيصدر، وشوف فين غيصدر وكيصدرهم اخوتي في الشاحنات. اللي فهم فيكم شي حاجة يفهمني واسمع. أصبحنا نشارك في السوق الدولية، أصبحنا نحط المنتوج الوطني، أصبحنا نحط يعني ثقافة التصنيع الجزائري على مستوى الأسواق الدولية. شوف باش ما تقولوش كنكذبوا له، هذا راه وزير، ها هو الزيتوني، ها هو وزير كيهضر. شحال من قناة تما، كاين الجزائر، كاين السبق، كاين الوطنية، كاين البلاد، كاين واحد جوج، شحال ميكرو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نتاع الميكروفونات، أكثر من عدد الكاميونات. الميكروفونات كثر من عدد الكاميونات، العدد الصحفيين اللي تما الا وكلهم غير داكشي اللي تما في داك الكاميون ما يمشيش غير خوا. الصحفيين الا كلاو داكشي اللي في داك الكاميون، الا غداوهم دوك الصحفيين يغديوهم يعني يحطوا لهم الماكله وتكون تما في داك الكاميون، الكاميون غيوصل يمشي خاوي. اما كاميون دابا فين غيمشي؟ في البر. واو شرفتوا فين غادي الكاميون هذا ولا غتبقى حيره؟ واسمع فين غادي الكاميون زيد. هذه التصدير، هذه شحنة من أكياس الورق وأخرى راح تجي في المستقبل. سمعتوش اش غي صدروا؟ سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ أنا جاي كابين موسى، وسمعتي أبين موس؟ سمعتي أبين موس؟ واش فيها سون إكسيلونس سمعتي؟ أنا ملي شفت ربعة نتاع وي وي قول لي علاش واحد الجزائري كيقول لي أنت علاش راك تفقس؟ عندك الحق خي موحى، تحياتي. عندك الحق، علاش كنتفقس انا؟ عرفتيش كنتفقس؟ حيت ما عند والديكم نفس، حيت نتوما المبردعين ما عند والديكم نفس. انا كنتفقس براستكم. انا ملي شفت طبعا تاع الكاميونات وشنو قلت مع راسي؟ قلت هاد الكاميونات هادو مادام غير ربعه يعني فيهم الرقائق الإلكترونية، رقاقة وحدة قد عشرات الكاميونات ديال البطاطا. دابا لو كنشوف مثلا المغرب يصدر أربع شاحنات، سمعتها في الأخبار، ما يمكنش يجيك في خاطرك إلا إذا كان شي حاجة دقيقة وغالية، شي دياماند، شي ذهب، شي رقاقات إلكترونية، شي زمرد، شي لآلئ. مصيفتين أخوتي الشاكوش ديال الكارت. هاد الشي في خبر مول الشاكوش ولا ما في خبروش؟ مصدرين جدك الكارت، مصدرين دوك الصاشيات. واش عندي شي صاشي هنايا؟ قالك غيدخلوا للبريكس، وجا الكيدار 31 وحنا عندنا الفلوس، حطينا مليار دولار في البنك نتاع البريكس. اش كتصدر؟ الشواكيش. بالقريب ان شاء الله، ما هي الى ترجمه او يعني اننا وصلنا الى الاهداف اللي كنا نصبوا اليها والحمد لله. اسمع، ها هي واحد اللافته هنايا، انا نقرا لكم شنو فيها في اللافته. تحت رعايه وزير التجاره، هذا الشيء بالرعايه، هذا الشيء تحت رعايه. اما كون كان بلا رعايه، هذه راه تحت عرايه، هذه راه تحت، هذا راه عريتو على، هذه ماشي الرعاية، هذه العرى، هذه عريتو. هذه اسمع تحت رعاية وزير التجارة وترقية الصادرات، عندهم وزارة سميتها ترقية الصادرات قطاع. شتي دابا نعطيكم مثال، مثلا دابا حنا في المغرب عندنا وزارة ديال اللي كنخدم فيها انا، وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي. ما معنى؟ عندنا ثلاثة القطاعات، قطاع التربية الوطنية، قطاع الرياضة، وقطاع ديال التعليم الأولي.
الشبيبه والرياضه اللي ما بقاتش دابا الرياضه ولات الشباب مع الاتصال، قطاع الاتصال، قطاع الثقافه، قطاع الشباب، ياك مزيان. الفلاحه والصيد البحري، يعني الفلاحه قطاع والصيد البحري قطاع داخل نفس الوزاره، هادو عندهم التجاره وترقيه الصادرات، يعني كاين قطاع قدو بالقداش سميتو ترقيه الصادرات، اش كيصدروا بعد ارجل الدجاج كيصدروا الجوابات.